النهارده هيكون اخر يوم في الاوكازيون الصيفي 2024. خلاص كده داخلين على موسم الشتاء، كل سنه وحضراتكم طيبين. ولكن بشكل عام الاوكازيونات دي بتكون فرصه للناس انها تشتري باسعار في المتناول. كلنا بنشوف اللي معروض في الاسواق التانيه وازاي بتبقى الاسعار غاليه. الاوكازيون بيبقى في حد ذاته فرصه لعدد كبير من الاسر المصريه. الحاجات دي بتعتبر زي ما قلت فرصه للناس علشان يستفيدوا من التخفيضات المتاحة والمعلنة. وزارة التموين بتحاول تراقب فكرة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها، علشان كده هي بتشتغل مع العديد من المحلات والبراندات التجارية اللي بتقدم تخفيضات حقيقية على مجموعة من المنتجات، وخصوصا الملابس. طبعا مش محتاجة كلام، كل حد يقدر يستثمر الفرصة دي ويشتري حاجته بأقل سعر و بأفضل جودة يعمل كده فورا على طول، لأن ده موسم وأعتقد أن الدولة تدخلت في هذا الأمر بشكل جدي جدا. يعني فعلا الأوكازيون ده فرصة حلوة قوي، لأنه احنا يعني في بداية موسم جديد، خلاص المدارس دخلت، الصيف بيخلص وهنبتدي في فصل الشتاء، فناس كتيرة قوي، أسر كتيرة قوي بتحب تستغل الفرصة سواء أن هم يشتروا للصيف اللي جاي بأسعار مخفضة، أو أن هم يشتروا حاجات شوية خريفي بأسعار كمان مخفضة، لأنه بتبقى فرصة كويسة أنه نشتري حاجة أكيد بأسعار غير الأسعار اللي بتتعرض فيها في بداية الموسم. لكن مهم جدا أن الناس تتأكد أنها بتشتري من المحلات المرخصة مش من الباعة الجائلين، لأنه الشراء من محلات موثوقة هيضمن ليكم الحصول على سلع كويسة من مصدر معروف، بحيث أنك تتأكد إذا كانت التخفيضات دي حقيقية ولا لأ. غير كمان هيسهل فكرة الاستبدال والاسترجاع للمنتج. أنا عايزة أقول لك يا مصطفى أن ساعات كتيرة قوي بتروح لمحلات يقول لك لا والله إحنا ما بنرجعش ولا بنبدل. ده يعني بتنافى تماما مع حقك واللي بيضمنه لك جهاز حماية المستهلك. هنا بيجي دوره، وتقدر النهاردة تتواصل معاهم، وهم في الحقيقة يعني بياخدوا إجراءات صارمة جدا تجاه أي حد بيكسر القوانين دي. فمهم جدا إن أنت تبقى عارف حقوقك إيه هي، وده لو انت عملته او لو انت عايز تضمن حقك ده، انت محتاج انك تبقى بتشتري من مكان موثوق، من محل موجود، مش اونلاين، مش باعة جائلين. ما تبقاش ان انت لما تيجي مره تانية عايز المنتج ما عجبكش، عايز تبدله او اي حاجه، يقول لك فص ملح ودب مش موجود. انت طرحتي موضوع مهم جدا، وهي قصه الاونلاين. قصه الاونلاين دي ناس كتير جدا شايفه انها كويسه، هي فعلا بتقدم خدمه كويسه على فكره، هو وسعر كويس. انا عايزه اقول لك بس في يعني ممارسات غير قانونيه بالمره. هو اللي بتكلم فيه بالمرة. اولا انت ما تعرفش ترجع الحاجه. ثانيا اوقات كتير جدا بتلاقي يعني اللي مرسوم او المبعوت حاجه واللي جاي لك ماتيريال، انا على طول بيحصل معايا ماتيريال ثانيه خالص. فانت طبعا يعني مش محتاج اقول لكم القصه دي. جهاز حماية المستهلك بيضمن لك فعلا انك انت لو دخلت اي محل من هذه المحلات انك تقدر ترجع حقك، وهتلاقي حتى يافطة جهاز حماية المستهلك على كل المحلات المرخصة في هذا الامر، علشان تضمن حقك، تضمن حق اولادك، تضمن حق مراتك لو دخلت تشتري لها حاجة. كل هذه الاشياء بتندرج تحت هذا الامر. عشان كده بنقول ان فكرة اطلاق المبادرات والمعارض في كل المناسبات في كل المواسم خطوة مهمة جدا من الدولة، علشان نوفر لاهالينا منتجات باسعار مخفضة، لان دايما الهدف هو ان احنا نخف العبء على الناس. الفعاليات دي بتدي فرصه لكل عارض، لكل محل ان هو يعرض سلعته، وايضا لكل اسره ان هي تلاقي السلعه اللي محتاجاها باسعار معقوله. وبكده بنساعد العائلات، بنساعد الاسر المصريه انها تلبي احتياجاتها اليوميه من غير ما يحسوا باي ضغط على ميزانياتهم من خلال كل هذه المبادرات اللي في كل المواسم. مهم كمان ان وزاره التموين كانت اكدت على اهميه الوعي عند الشراء، وضروره التحقق من جوده المنتجات قبل ما نشتري، وان لما يكون عندك فواتير واضحه ومعروفه وكامله عن الاسعار تقدر تضمن انك تشتري بذكاء وتحافظ على فلوسك، مش تشتري الحاجه وتيجي بعد كده ترجعها او تغيرها لو لقيتها مش مناسبه ليك او لاولادك، او لو لاولادك ما تلاقيش اللي باعلك من اساسه، وده يمكن اللي اتكلمنا عليه من شويه. فرصة حلوة قوي لكل الأسر إن هي تستغل الأوكازيون ده، عشان لو محتاجين حاجة نلحق نجيبها بأسعار مخفضة. لكن نتأكد بس من المكان اللي احنا بنشتري منه، عشان الدولة النهاردة بتحفظ لنا حقوقنا سواء من وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك. لو حابب إن أنت تبدل أو ترجع المنتج اللي مش عاجبك
ايا كان سبب ان هو مش مناسبك فيه، فاعملوا ده واستمتعوا بالفتره دي، لانه زي ما احنا قلنا الفتره الجايه هتبقى ايه، موسم جديد وداخلين على حاجات جديده، ويعني وقت قليل قوي نلاقي نفسنا داخلين على رمضان وحاجات رمضان وغيره. لا والشتاء مش هيبقى صعب كمان في التسوق، اعتقد الايام دي يعني حتى على سبيل انك تنزل وتستمتع بالاجواء الخريفيه دي يعني في حد ذاته خروجه حلوه جدا لكل الاسر. انت عندك بنات وطبعا طبعاً. عندك الـ يعني الاوكازيون والحاجات دي بقى ايه بيستغل فرص. بابا يلا ننزل. صحيح. على كل حال بنصبح عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.